بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في برنامجكم الرأي شنو، منكم لنا ومننا لكم. نحن عملنا حلقتين عن المفصولين تعسفيا. الحلقة الأولى كانت مع السيد صلاح محمد عيسى، رئيس الهيئة القومية للمفصولين تعسفيا، والحلقة الثانية كانت مع الأستاذ الرشيد سعيد الناطق الرسمي باسم اللجنة الوزارية لإعادة المفصولين. كان مفروض يكون عندنا حلقة ثالثة مع سعادة الوزير عمر منيس، طبعا أجلت لأسباب يعني معروفة يعني خارج إرادتنا. وبالتالي نحن بنواصل يعني اللقاءات بتاعتنا، وكان مفروض هذه الحلقة تكون مع مفصولي الشرطة، والحلقة اللي بعدها كان مفروض تكون مع مفصولي القوات المسلحة. حصل تعديل، حصل تعديل لأنه حصلت أشياء، حصلت أشياء. بالنسبة لنا قضية المفصولين، عشان في حاجتين عايزين نوضحهم. أولا، قضية المفصولين هي قضية سياسية، وكل الناس اللي فصلوا للصالح العام أو تعسفيا فصلوا بواسطة الدولة، فصلتهم الدولة. يعني نحن أو القوات يعني المدنيين أو الشرطة أو القوات المسلحة لم تفصلهم وزاراتهم، بالعكس يمكن وزارات ما كان، لأنه هم شالوا القيادات أصلا، ما هو ما في زول كان بيرفد في الزمن ذاك يعني. فاللي رفض الناس كلهم، بالذات ال 74 ألف الأوائل اللي في لحد سنة 93، كانوا بيفصلوا بقرارات جمهورية من رأس الدولة آنذاك المخلوع عمر البشير. لذلك أصرت كل هذه الثلاثة مجموعات أو الثلاثة أجسام إنها هي عايزة القرار السياسي، وهذا أحد الأشياء اللي حنناقشها في هذا البرنامج. البرنامج زي ما قلنا حصل تعديل فيه، لأنه حصل ونحن نناقشه برضه حنتكلم عنه، حصل اختراق في 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 المفصولين نفسهم. يعني المفصولين كانوا شغالين كثلاثة أجسام، الجسم خاص بالمدنيين، وجسم خاص بالشرطة، وجسم خاص بالقوات المسلحة. هذه الأجسام الثلاثة عملت جسم تنسيقي بيناتها كويس، عشان هم كلهم يتحدثوا باسم المفصولين، لأنهم الثلاثة مفصولين مما يسمى الخدمة العامة. نحن مفصولين من الخدمة العامة مش من الوزارات، ولذلك هم كلهم يعتبروا مفصولي خدمة عامة. ولذلك نحن هنستضيف في الحقيقة، عشان نتكلم عن هذا الموضوع، هنستضيف المقدم شرطة معاش محمد عبد الله الصايغ. أهلا بك يا محمد. حنستضيف الرائد قوات مسلحة معاش منصور عمر بخيت. أهلا يا منصور. مرحبا. وحنستضيف حضرة اللواء شرطة معاش عمر جميل معانا في الصورة في الاستوديو، يعني بتشوفوه أهو. أهلا سعادة العم، سعادة اللواء، أهلا وسهلا، أهلا بك. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بك. وحيكون معانا على الهاتف الأستاذ صلاح محمد عيسى، رئيس الهيئة أو رئيس اللجنة القومية لإعادة المفصولين. مرحبا بكم جميعا، وأرجو أنه نحن يعني نقدر نعرض هذه القضية بشكل واضح وبشكل محدد وبشكل نحدد فيه ماذا نريد وكيف نريده. نحن حنمشي على طول على تقرير حيلخص لنا كل ما فعلناه في الحلقتين وقضية المفصولين بشكل عام. منذ أن استولى نظام الإنقاذ البائد على سدة الحكم، بدأ في تغيير خارطة الخدمة المدنية في السودان، واستهدف الناشطين السياسيين والنقابيين والعسكريين من القوات النظامية من الشرطة والجيش فيما عرف بالفصل للصالح العام،
بدأ من أغسطس 89-1990 واستمر الفصل التعسفي وشمل كافة المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، والتي أفرزت العديد من الانتهاكات التي مارسها النظام الفاسد بدواعي التمكين والخصخصة وإعادة الهيكلة وإلغاء الوظيفة، والتي تضررت منها الأسر وعانت كثيرا من ناحية اجتماعية واقتصادية ونفسية بسبب الفصل التعسفي الذي بموجبه فقد رب الأسرة وظيفته ومصدر دخله الثابت، مما جعل بعض العاملين يزاولون مهنا بسيطة توفر لهم دخلا محدودا لا يوفي أبسط الاحتياجات الضرورية. وتشير بعض الإحصائيات التي نشرت مؤخرا إلى أن عدد المفصولين من الخدمة المدنية تجاوز 320,000، بينما بلغ عدد المفصولين من القوات النظامية الشرطة والجيش حوالي 300,000. رئيس مجلس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك وجه بتكوين لجنة لمعالجة وتوفيق أوضاع المفصولين، وبالفعل تم إرجاع عدد مقدر من المفصولين، وما زالت اللجنة الوزارية تمارس مهامها في توفيق أوضاع المفصولين. وأكد الذين تم استطلاعهم في برنامج الرأي شنو على ضرورة وأهمية إصدار قرار سياسي لإرجاع جميع المفصولين. فماذا يقول أهل الشأن في هذا الموضوع؟ أهلا بكم مجددا. حنبحث في هذا في هذه الحلقة عن ماذا يقول أهل الشأن، عشان كده نحن حنمشي لسعادة اللواء عمر جميل. يا سعادة اللواء، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بك ومرحب بك في برنامج الرأي شنو. الله يجزيك العافية. طيب نديك في الحقيقة سؤال مهم جدا لنمهد به لهذه الحلقة. هل الشرطة، شرطة سودانية قبل 30 يونيو 1989، كانت مسيسة؟ طيب يا سيدي، بسم الله الرحمن الرحيم، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري أحلى العقدة من لساني يفقه قولي. أولا نترحم على الشهداء ونطلب ونسأل الله الشفاء للجرحى، ونسأل الله إعادة أو عودة المفقودين لذويهم سالمين. الواقع أنه حسب علمنا نحن، ونحن كنا في قيادة القوة أيامها، يعني أنا كنت حقيقة مدير شرطة الخرطوم منطقة بين النيلين، ونقلت إلى مديرية إلى الجزيرة بناء على رغبتي بعد أن اعتذرت عن إدارة شرطة الخرطوم. فكنا بنراقب وشايفين الحاصل شنو. نحن كنا عارفين إنه في حركة انقلابية حتحصل قبل بعد أيام، لكن ده ما كان اختصاصنا أصلا يعني، وكنا عارفين إنه هنالك خلايا للإسلاميين داخل القوة، وده كان يعتبر شيء محرم. العملية بتاعت الانتماء للأحزاب السياسية والمسائل زي دي كانت حقيقة حاجة تتعارض مع العقيدة بتاعتنا احنا المهنية. لكن وضح منذ الأسبوع الثاني من الانقلاب الإنقاذي إنه الإسلاميين كانوا جاهزين في إنه قدروا حصروا كل الناس اللي ممكن يكونوا خصوم ليهم داخل القوة، والناس اللي ممكن يكونوا أصدقاء ليهم داخل القوة. لذلك بادروا بإصدار كشف فيه 350 واحد أو 300 بالتحديد يعني أول أيام، وسبعة 307، وألحقوه بكشف آخر فيه حوالي 76 واحد. واستمرت عملية، بدأت عملية بتاع التجريف واسعة النطاق على الشرطة كلها، يعني كان الهدف إنه التخلص من كل العناصر اللي ممكن تشكل خطر على أجندة الإسلاميين والحركة الإسلامية والأخوان المسلمين داخل الشرطة، لأنه الشرطة جهاز مهم جدا، وهم كانوا مقبلين على تنفيذ وتفعيل أجندة بتاعتهم، يعني كانوا محتاجين لتغطية، وما في أقدر من الشرطة على تغطية
هذه الأعمال، يعني بدون مساس بمسائل الواحد يربى بنفسه مساس بها. هناك عمليات بتاعت فساد كان في النية إنها تقع أو تحصل، وكان هناك عملية بتاعت تسييس وعمل تنظيم داخل الشرطة أوسع من الخلية كانت أصلا موجودة، واللي هي أصلا انحدرت من المدارس الثانوية من تنظيم الأخوان المسلمين داخل المدارس، ثم توسعت شوية بدخول بعض الجامعين للأجهزة للإدارات الفنية زي المباحث المركزية والكلاب الشرطية والمعامل. دي كان فيها بعض الضباط اللي هم أساسا كانوا منظمين من جامعة الخرطوم في تنظيم الأخوان المسلمين، فدي دخلوا. والشيء اللي أكد لنا أنه من أول أيام هؤلاء الناس تسنموا القيادة بتاعت كل شيء، وظلوا كذلك سنوات وسنوات حتى آخر التسعينات. يمكن بعضهم تركوا العمل ومشوا محلات تانية، والباقين استمروا. بدأت عملية بتاع التسييس ومنهج للشرطة وتجريف لعدد كبير جدا من الضباط. في العام الأول عددهم وصل حوالي 400. اشتملوا على كل القيادة العليا للشرطة، كل مدراء الشرطة في الأقاليم، كل مدراء الشرطة في المحافظات، كل من يحمل رتبة لواء. بالإضافة لكده أربع سيدات وصلن لدرجة العقيد وكانن قمة في الأخلاق والأدب والعلم، وطاحبين الأربعة فصلوا لأن قالوا الأنثى يجب يكون سقف الترقي بتاعها هي رتبة العقيد. وجوبع السنوات واحدة فيهم من منسوبيهم وصلت درجة فريق. على كل حال ده الحصل. أطاحوا بدفعة كاملة من الكلية تخرجت حديثا. ليه قالوا دير؟ لأنه دخلوا الكلية في زمن الأحزاب. شالوا عدد كبير من أخوان ضباط السجون ضباط السجون والجمارك. وبالإضافة لكده يعني حتى أساسا ما كان عندهم رحمة في أنه أطاحوا بعدد كبير من ضباط الصف والجنود من الأقاليم والخرطوم هنا، باعتبارهم ذلك كانوا يشتغلوا في أعمال المباحث والأمن ومراقبة التجمعات السياسية والنشاط السياسي. فكان من رأوا أنه يجب إبعاد هؤلاء الناس من الخدمة. فنحن دلوقتي بنفتكر أنه إذا كان صدر قرار بعادتنا للخدمة، أنا شخصيا لن أتخلى أبدا عن عودة هؤلاء الرجال للخدمة مرة أخرى. يا سعادة اللواء طيب نعم يا سيدي. كيف الحصل من 30 يونيو 89 في خلال 30 سنة انعكس على الشرطة؟ انعكس عليها حقيقة بصورة يعني واضحة جدا، انه حصلت عملية بتاعت تدني للتدريب طبعا في كل المستويات، حصلت عملية بتاعت عزلة للقيادة من قواعدها للدرجة لانه دلوقتي في حالة بتاعت استرخاء. بالنسبة للشرطة عموما يعني دلوقتي الناس الرأي العام دلوقتي ما اظنه مرتاح لأداء الشرطة، والشرطة ما عندها ذنب لانه الشرطة كانت مختطفة لتفعيل أجندة بتاعت جماعة النظام يعني، وما كانت بتهتم بواجباتها الأصل هي مكلفة بها زي حفظ الأمن والنظام العام والأشياء زي دي. دلوقتي نحن بنشوف دلوقتي العملية بتاعت بحصل في الشارع وفي الأحياء وفي المدن في الخرطوم وفي الأقاليم، وده بيخلي الناس يخونوا الشرطة وبيفتكروا انها ويجرموها حتى، يعني بمعنى انه هي ساكتة على اللي بيحصل ده. يعني مثلا تلاقي عصابات النيجروس اللي هو دي معظمهم غير سودانيين يربعوا الناس في الشوارع، سرقات البيوت والشقق مستمرة حتى في الأحياء الراقية جدا، اختطاف شنط السيدات والفتيات من الشوارع أصبح ظاهرة شبه عادية، العربات المطلوقة في الشوارع ومتحررة من اللوحات أصبحت برضه مسألة طبيعية. الناس في الحركة دلوقتي تحتاج لعملية بتاعت إعادة نظر كبيرة، بمعنى أنه دلوقتي في فوضى في الشوارع
في المواقف وفي أي مكان، والشرطة بتسجل غياب وهي ما مسؤولة عن الحاصل ده، المسؤول عنها هي القيادة، لأنه القيادة أصلا هي قيادة مسيسة من زمان ومختطفة. نعم. طيب يا 89. طيب يا سعادتك، حصلت عملية بتاعت. نعم ممتاز. طيب نعم، حنمشي لموضوع تاني لو سمحت لي، يعني اللي هو نعم. أنتو يعني يا سيد محمد عبد الله، أنتو بتطر في الحقيقة قبل ما نمشي للموضوع ده كمان ناخد بعض يعني الحيثيات فيما حدث في القوات المسلحة. القوات المسلحة طبعا جاء العميد عمر أحمد البشير شال أي زول فوق، فهذه أول حاجة طبعا حصلت يعني قبل بعد دقيقة من الانقلاب. فتعرض طبعا انتم تعرضتوا او القوات المسلحه تعرضت لتخريب واسع جدا كده. ادينا لمحه ما تفضل علينا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. انا اول اشكر اخونا الدكتور عمر لاثارته هذا الموضوع الحيوي الهام، واحيي الشعب السوداني جميعا لمجاهداته ونضاله في استرداد دولته. القوات المسلحة بحكم الواجب الأساسي بتاعها هي طبعا لحماية الوطن والمواطنين، يعني بتقوم مهام الناس على الحاجة دي. طيب حصل فيها تجريف منذ أول يوم من 30/6، أصبحنا يوم 1/7 تقريبا ظهرت الكشوفات وتتالت لغاية ما حصلت في ظرف بسيط ل حكاية بتاعت 6000 ضابط قبل الإنغاز. يعني قد يكون في ميول، لكن الواجب الأساسي كان بيمنع العمل في اتجاهات سياسية، ولكن تم اختراق المسألة دي بواسطة الجبهة القومية الإسلامية سابقا، وقدروا يعني يصنعوا بعض القيادات، والقيادات دي هي غوضت الدستور وقامت بانقلاب. اول ما قامت بانقلابها طوالي اي زول ما كان منتمي لها، الناس ديل اتخارجوا منه وفرغوا القيادات وفرغوا الضباط، ووصلوا ذاته يعني درجه بتاعت انه في الوحدات، يعني نحن كنا في وحده بتاعت المهندسين، يعني اي مثلا ضابط الصف من رغيب كما فوق شالوه، يعني غيروا البنية بتاعت الوحدات. أصبح في النهاية نحن يعني عندنا يعني جيش، ولكن الجيش دي أساسا يعني فقد الصفة الأساسية بتاعته المتمثلة في القومية والبعد والنائي عن الأعمال السياسية. واستمرت المسألة كده ولغاية ما بقت القيادة كلها لا تخلو يعني من ناس يعني ما تابعين للكيان الإسلامي اللي كان حاكم البلاد. طيب يعني هو طبعا في جيشين، يعني هو في جيش برا وفي جيش جو. نعم. يعني ما هو العدد. نعم. نحن لأنه قدرنا في الحقيقة. نعم. إنه القوات المسلحة من يعني من تم التخلص منهم. نعم. حوالي 150,000. هل دي حقيقة كده؟ يعني أدينا التفاصيل. نعم. شوي. نعم. بالنسبة للضباط الصف والجنود ما يزيد عن 150,000 يعني ضابط الصف وجندي. بالنسبة للضباط الواقعين في الإطار بتاع الفصل التأسفي 6,000، لكن مجمل يعني يغارب 17,000 ضابط. وفعلا تم تفريغ أي زول، يعني تفريغ القوات المسلحة من الكوادر الأساسية بتاعتها يعني ذات الكفاءة العالية الما منتمية للاتجاه الإسلامي. محمد عبد الله الصايق، في الشرطة الأعداد، يعني برضو عندنا شرطة في الخدمة وعندنا شرطة خارج الخدمة، يعني عندنا شرطتين. نعم. ويمكن الأحجام متقاربة يمكن. نعم. فكده أدينا مع يعني شوية حاجة عن الأرقام. طيب شكرا للاستضافة، وشكرا دكتور عمرو لتقاسم معانا الهموم بتاعتنا في الشرطة. وأنا الحقيقة الحديث عن التجريف بتاع الشرطة تعرض له الأخ اللواء عمر جميل. الشرطة حصلت فيها
يعني مآسي كثيرة جدا. ويمكن الحاجة اللي أنا عايز أركز عليها إنه شالوا الناس خير ضباط الشرطة، أميز ضباط الشرطة في جميع المجالات تحت الشرطة، في أقسام التحقيقات والتحريات الجنائية، وفي مجالات المرور، وفي مجالات التخطيط. يعني ضباط كانوا على درجة عالية جدا من التأهيل والاستقامة، شالوا كل الضباط ديل برا وبدعاوي بطالة جدا، يعني ألصقوا بهم تهم لا تليق، يعني حاجة اخترعوها براهم وعملوها، والمسألة دي أدت لانهيار المعنويات بتاعت الناس، وانهيار معنويات الأسر بتاعتهم، ويعني المقابل بتاع المعاش كان حاجة لا تسمن ولا تغني من جوع. ناس كبار في السن في البداية، كل القيادات، المعاش ما زاد عن 400 جنيه طيلة الفترة لغاية هسه، يعني معاشات لا تتناسب مع التطورات المعيشية اللي حصلت بعد ذاك. فبقت الحكاية يعني ضباط فجأة لقوا نفسهم في الشارع بلا معين بلا أي شيء، يعني قدحوا في ذمتهم وقدحوا في حاجات كثيرة جدا، يعني بصورة بشعة، بصورة بطالة، وهم من أنظف الناس ومن أميز الناس ومن أحسن الناس. فشالوا النازل، وبعد ذلك بدأ تدهور مريع جدا داخل الشرطة، انعكس سلبا على الأداء بتاع الشرطة بصورة لم يسبق لها مثيل في تاريخ السودان. فدي المشاكل الرئيسية الواجهت المفصولي الشرطة منذ 89 ونحن جايين لغاية يوم النهار. طيب، دي رسالة، طبعا رسالة يعني من الممثلين بتاع القوات المسلحة، مفصولي القوات المسلحة، مفصولي الشرطة، يعني انه يعني أميز وأشرف وأكفر العناصر تم إبعادها. ودواء ده يعني دي حاجات الثورة، ما هو أنت عملت ثورة، ديل هم الثورة، يعني ما هم ديل اللي صمدوا وقعدوا في البلد ويتحدوا النظام، ولم يستطع النظام أنه يشتريهم ولا يستميلهم. كويس، هم وأبنائهم كل المفصولين ديل أبنائهم كانوا في الاعتصام، ديل أبناء المفصولين، لأنه العدد ما بسيط، يعني عدد المفصولين اللي احنا قدرناه ب 600-700 ألف تقريبا، يعني تقريبا يمكن يكون أكثر من كده. إذا عديت معهم عوائلهم ديل 4 مليون، 4 مليون شخص عانى لمدة طويلة جدا ودفعوا ثمن، ما يعني بدون مش يعني ما كانت حاجة سهلة. كويس، وإذا أنت زي ما أنا قلت قبل كده، إذا أنت مسكت أي مفصول هو قصة، عنده قصة براه وكده، كويس، ممكن تحكى ممكن تسجل. طيب يا أستاذ صلاح، أستاذ صلاح محمد عيسى كده لحد ما يجينا الأستاذ صلاح. طيب نحن على ضوء، يعني احنا هسه بنتكلم عن 600-700 ألف مفصول. نعم. ويعني حدث شيء انا بفتكر انه هو شيء اختراق يعني وصل المفصولين نفسهم، يعني الاختراق ده انه الثلاثة جهات بدأت في التنسيق، يمكن كانت بتنسق في اوقات مختلفة وكده، لكن الان بقى في جسم واحد للمفصولين، مفصولي الخدمة العامة اللي هي تصمد المدنيين والعسكريين، والعسكريين بالشرطة والقوات المسلحة. فكده قولوا لنا حاجة عن يعني شنو اللي حصل التكوين ده. طيب الحقيقة بمبادرة كريمة برضو من الأخ الأستاذ عمرو،
جلسنا قبل أيام معدودة أنا عن الشرطة، عن مفصولي الشرطة، والأخ منصور الرائد منصور عن مفصولي القوات المسلحة، والأخ صلاح محمد عيسى عن الخدمة العامة، وتكلمنا كثيرا فيما يخص أمر المعاشيين أو المفصولين تعسفيا من الضباط القوات المسلحة والشرطة والخدمة العامة. رأينا أن هنالك ما يبرر أن نجتمع نحن الثلاثة أقسام، هذه الثلاثة كيانات في كيان واحد هم مفصولي الخدمة العامة. مفصولي الخدمة العامة تشمل الخدمة المدنية والقوات المسلحة والشرطة. نجتمع مع بعض على أساس إنه يجب ما دام نحن قد فصلنا جميعا، هذه الكيانات الثلاثة فصلنا جميعا بقرارات سياسية في عهد الإنقاذ، فيجب أن تتم إعادة كل المفصولين من هؤلاء من هذه الأجسام الثلاثة تحت مسمى مفصولي الخدمة العامة بقرار سياسي يصدر من القوة السياسية في الدولة اللي هي رئاسة مجلس الوزراء، سيما ونحن الثلاثة أجسام تتبع للسيد رئيس الوزراء، فيجب أننا نحن مع بعض ننتزع قرار سياسي يعيد الناس كلهم إلى الخدمة مرة ثانية. جميل. طيب نحن هنطلع فاصل قصير وحنجي نتكلم عن القرار السياسي، هو ما هو القرار السياسي ولماذا نحن الأجسام الثلاثة بتطلب القرار السياسي. شكرا. فاصل وخليكم معنا. اهلا بكم مره اخرى معنا في هذه الحلقه سعاده اللواء عمر جميل شرطة معاش، سعادة المقدم محمد عبد الله الصايغ شرطة معاش، وسعادة الرائد منصور علي عمر بخيت قوات مسلحة معاش، ومعانا في التليفون وهسه هنتكلم معه الأستاذ صلاح محمد عيسى رئيس اللجنة القومية للمفصولين تعسفيا. أستاذ صلاح، يا أستاذ صلاح أهلين ورحب بحضرتك. أهلا بك، أهلا بك يا أخي. طبعا يعني زي ما أنت عارف معي اللواء عمر جميل والرائد منصور والمقدم محمد عبد الله الصايغ. في الحقيقة احنا كنا بنتكلم أو أنه تكون هذا الجسم من التنسيقي من الأجسام الثلاثة لأنهم هم متوحدين في مطالبهم ومتوحدين في منفصلهم ومتوحدين في ما سيرجعهم. فيعني ممكن إذا عايز تعلق على تكوين هذا الجسم التنسيقي تفضل. أولا أنا أشكر قناة الشروق على الاستضافة للمرة الثانية وإمساك بالملف الهام، وثانيا بحيي الشعب السوداني وبالذات في لجان المقاومه لتسييرهم لميولينيه 36 والتي ارسلت رسائل واضحه جدا لهياكل السلطه الاساسيه وللحاضنه السياسيه ان نفذوا قضايا الفتره الانتقاليه. طيب، وانا سعيد جدا جدا بالتئام ذلك الاجتماع الذي جمعنا مع الاخوه المفصولين في الشرطه وفي الجيش، واتفقنا وتوحدنا على أن ننسق
في كل القضايا التي تسعى وتصب في مجرى علاج هذه القضية. ونحن الآن نقول إحنا حاليا متوحدين تماما ومنسقين في كل القضايا، وسوف نسعى ونعمل بكل ما نملك في سبيل معالجة آثار هذه الجريمة. وزي ما أنت تعرف يا دكتور عمرو، إحنا في الحلقة الفاتت كنا ركزنا تماما على إصدار القرار السياسي، نعتبر اتفقنا تماما نحن في الشرطة وفي الجيش وفي القوى المدنية أنه نحن لا هنعمل بكل جهدنا للوصول لهذا القرار السياسي الذي يرد الاعتبار الأدبي للمفصولين سواء كانوا في الخدمة المدنية أو الشرطة أو الجيش، والذي يعالج ملف هذه القضية ويطويها بأسرع ما يمكن. شكرا. طيب أنا حأمشي هنا لسعادة اللواء. سعادتك سامعني؟ أكون معك. طيب يا أستاذ صالح. أستاذ صلاح. مرحبا. أيوه. طيب يعني أنتم الثلاثة متفقين على القرار السياسي، وده افتكر يعني مشروع وكذا، يعني انت تكلمت عن نقطة واحدة انه احنا عايزين استرداد كرامتنا لانه نحن ازلينا واضطهدنا وبعضنا سجن وبعضنا عزب وبعضنا قتل وبعضنا يعني فقد عقله وبعضنا يعني حصلت له كوارث في الأسرة ويعني معاناة شديدة جدا. يعني وانت تحدثت عن الكرامة، يعني الكرامة إنه الناس يشعروا بكرامتهم ويشعروا إنه في تقدير من الأجيال بتاعت أولادهم أحفادهم لتضحياتهم الكبيرة اللي عملوها واللي كانت هي واحدة من الأبنية اللي هي أدت للثورة بعد 30 سنة. شنو تاني الـ يعني الأسباب اللي بتدعو لطلب القرار السياسي؟ طيب بالإضافة زي ما ذكرت أنه هو القرار السياسي الرئاسي بيرد الاعتبار الأدبي للمفصولين، وبالضرورة يكون قرار سياسي رئاسي لأنه سواء كنا كخدمة مدنية أو خدمة عسكرية شرطة وجيش، المجموعات دي ما فصلت بقرارات من 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 وزراء، يعني وزير داخلية أو وزير دفاع. فالقرار ده لازم يصدر من الجهة الرئاسية، لأن الجهة التي فصلت هؤلاء الناس سواء كانوا في الشرطة أو في الجيش أو في الخدمة المدنية. القرار السياسي بالإضافة لذلك هو يعني بيوحد تاريخ رجوع المفصولين. أنا زي ما ذكرت في الحلقة السابقة، إحنا حاليا في اللجنة المكلفة بالنظر في قضايا المفصولين من الخدمة المدنية قاعدين نصدر قرارات في تواريخ متفاوتة، معناها في ناس بيرجعوا اليوم وفي ناس ممكن يرجعوا بعد سنة أو بعد 6 شهور، لكن صدور قرار بتاريخ موحد بيعالج والقضايا الرجوع أو قضايا تحسين المعاش في تاريخ واحد، وهنا في عدالة. بالإضافة لكذا القرار السياسي ثم وضع المعالجات سواء كان الشرطة أو الخدمة المدنية أو الجيش، وبيطوي ملف القضية سريعا، لأنه بالطريقة دي بتاعت الناس تنظر في ملف وزارة، هذه المزلة قد تطيل أمد معالجة القضية. وفي الفترة دي هيكون في شخص مستحق أنه يرجع هيلقى نفسه بقى معاش. فكل هذه الأسباب نحن نطالب السلطة السياسية بإصدار القرار السياسي عاجلا. شكرا. طيب خليك معانا في التليفون. سعادة منصور عمر بخيت، حصل شنو يعني ما هو يعني في قرار إداري بيرجع المفصولين يعني، لكن هو ما قرار طبعا شامل لكل، هل حصل انه في اي اتجاه لإرجاع المفصولين في القوات المسلحة؟ طيب صدر قرار من السيدة القائدة العام بيحمل الرقم 278
وكون لجنة من 8 ضباط بالخدمة و5 بالمعاش و2 ضباط صف. و يعني ما قال اللجنة تستعين بمن تراه مناسب، وما حدد لها تاريخ انتهاء، وما ورانا المرجعية بتاعتها شنو، ما ورى المرجعية بتاعتها شنو. والآن اللجنة دي يعني فيها كلام كثير، والكلام يعني هي متأخرة وما قادرة تفصل في الهناية، والأعداد كبيرة وتأخذ الناس رغم رغم، وما معروف ذات الجهة اللي بتتكلم بصورة رسمية. والأهم من كده، هل الناس دي اللي اتفصلوا بموجب يعني بس أصبحوا الليلة وتاني يوم الغادة بتاعينهم فصلهم، ولا فصلهم بقرار سياسي؟ الناس دي اتفصلت بقرار سياسي. إذا صدر القرار السياسي، اللجان تشتغل الشغل بتاعها إن شاء الله تنتهي زي ما قال الأخ صلاح بعد 10 سنوات، لكن تاريخ يعني تحديد تاريخ لإرجاع الناس ده كلام فوقه عمل وكلام فوقه بيزنس، وبدي الناس حقوقها. وأنا أضيف لكلام أخونا صلاح، ليه قرار سياسي؟ قرار سياسي عشان يرد لنا الاعتبار بتاعنا، قرار سياسي لأنه الشعار بتاع الثورة حرية سلام وعدالة، نحن نبحث عن العدالة، قرار سياسي عشان يهزم البرنامج بتاع التمكين اللي قامت به النظام السابق، ومسح به والواطلع كل الوحدات العسكريه والحكوميه وانتهى من البلد. ده بالنسبه للافراد. بالنسبه للقوات المسلحه ككيان، يعني انا داير ابعد القوات المسلحه ككيان من الاستقطاب السياسي والتدخلات السياسيه. انت زول قالوا لك ده الواجب بتاعه يحمي الوطن والمواطن، وده هو يعني ماضي على اشياء زي دي، بتجي انت تستقطب وتنط بالشباك وتجي ترفد الزول عشان هو ما موالي لك؟ لابد من نحن يعني ما نضايق الناس الاساسا شغالين في القوات المسلحه بموجب الواجب الاساسي بتاعهم، ونخضعهم لمواضيع سياسيه. المساله دي مضره ضرر كبير للبلد، لذلك نحن بنطلب رد اعتبارنا. يعني رد الاعتبار. سعاده اللواء. نعم يا سيدي. طيب في الحقيقه في الليله مش امبارح ولا كده، الليله قبل ساعتين ولا ثلاثه صدر قرار. نعم. وقرار كان مطلب شعبي، مش قرار يعني مش ساكت يعني، ده كان مطلب شعبي. هذا المطلب الشعبي كان إقالة مدير عام الشرطة وإقالة مدير ونائب مدير عام الشرطة. اليوم تمت إقالته. نعم. كويس، يعني ده مطلب شعبي حقق. في تصورك، نعم، كان مفروض يحصل شنو في اختيار المدير ونائب المدير؟ ما انتوا شرطه وانتوا ما، والله الحقيقه ما اعرف، هي تبقى العمليه بتاعت اجتهادات يعني. انا ما في امكانيه انه انا لكن انا قلت في الاول قبيل، حتى انا اتذكر انه في حاله بتاعت استرخاء ما لها مبرر بالنسبه للشرطه عموما يعني، وحتى يعني الناس بيفتكروا يعني في بيتهموها بالتخوين يعني، بانه هي خذلت الثوره يعني في الايام، حتى الناس ابتدوا يعانوا من العمليه بتاعت انعدام الامن في الشوارع وازقه وفي البيوت، ودي مسؤوليه بتاعت المدير والوزير يعني، الاثنين هم مع بعض يعني. كان المفروض يصحوا شويه ويكون عندهم احساس بالحاصل في البلد شنو، الراي العام رايه شنو في سلوكهم الاثنين. واكيد يعني احنا ما شفنا حاجه يعني، الواحد احنا كنا بنتالم لما نشوف بعض المظاهر في الشارع، نحن كضباط شرطه قدام يعني، كنا نحن شغالين ضباط شرطه في الخرطوم دي، في كل الرتب في الخرطوم ودرمان وغيره، احنا كنا بنشوف في وجود للشرطه في الشوارع، اصل الشرطه ما موجوده لانه ما في اشراف، لانه القياده معزوله اصلا هي من الاول يعني، من سنوات القياده ما الناس ما تعودوا يشوفوها في الشوارع. طيب يا سعاده اللي هو كده خليني الحوادث كده خلينا اتناول المساله من جانب ثاني يعني. نعم. في الان لجنه نعم. ازاله التمكين كويس، بتمسك نعم. حراميه وبتمسك نعم. بيوت وبتمسك مش عارف عربات والى اخره يعني كويس، لكن ما نحن متفقين نعم. انه في تمكين تم في الكادر البشري
كويس. الان ابتدت ليله التمكين تتجه ل انها يعني تزيل التمكين من بعض الوزارات، لكن يعني الشرطه والقوات المسلحه حصل فيهم تمكين ضخم جدا. هذا التمكين حيزال كيف؟ حيزال كيف اذا كل الناس الكويسين والشرفاء والنبلاء والناس اللي كانوا بيعرفوا الشغل والناس اللي قلبهم على البلد هم في المعاش؟ يعني دي حنحلها كيف؟ ما زي ما قال واحد من اخواننا قبل شويه، طيب انه في شرطتين وفي جيشين، جيش جوا وجيش برا، وشرطه جوا وشرطه برا. يعني الشرطه مسكينه الموجودين دي دلوقتي بكل اسف انه ما عندهم قياده، ما عندهم قياده، يعني ما في عمليه بتاعت ايغاظ للناس على اساس انه كذول يتحمل مسؤوليته يكون بواجباته كما يجب ان يكون. ده ما موجود، ما بيشوف الناس في الشوارع ابدا. نحن لما كنا ضباط صغار هنا بدبرت ونقبه كنا بنشوف قاده الشرطه كلها المرحوم علي ياسين وعباس مدني وغيره وغيره في الشوارع في التقاطعات. لما تحصل مصيبه ونمشي نحن نشيل ورقنا عشان نحقق ولا نشوف اسرح الجريمه بنلقى المدير ذاته قدامنا وكل لواء علي ياسين عباس مدني فيصل خليل غيره وغيره الله يرحمهم كلهم. طيب قلت الكلام ده ما في ما موجوده. طيب ما في قاعده في برج عاجي وبعيده جدا من قواعدها جدا. انت قلت ما في قياده، ما في قياده، لكن ما في قياده اصلا يعني. ايوه لكن في 8000 من ضباط الشرطه اللي ما في عليهم اي اتهامات، شالوهم بقرار سياسي. ما ديل 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 طبعاً ما طبعاً. ديل ما هم القياده بتاعتك، ما تمشي تفتش القياده في ديل، ليه تمشي تفتش قياده في حته ثانيه؟ ما ديل ديل ناس الثوره، ديل اللي كانوا في الاعتصام، ديل اللي كانوا بيعملوا في المظاهرات، ديل اللي كانوا نحن كلنا في الاعتصام مش كده؟ انا شخصيا لا امتن، لا امن على البلد او الثوره، انا كنت في الميدان ومعي مجموعه من ضباط الشرطه طول ايام الاعتصام، مع انه انا سنين فوق 70 سنه دلوقتي الحمد لله. كلهم كانوا في الميدان، حتى كلهم كانوا في الميدان سعادتك، ونحن عارفين والشعب عارف اليوم المشهود يعني. طيب نعم الشعب عارف كل حاجه، وطلعت المنصه اكثر من مره. اوكي طلعت المنصه اكثر من مره وخاطبت الثوار. طيب يا سعادتك نفسها. سعادتك نعم. حنمشي لموضوع مختلف شويه. يعني برضو عايز اسال المقدم سعاده المقدم انه في الشرطه يعني في القوات المسلحه اتكونت لجنه، يعني هي زي عطيه كده، يعني هي عطيه ما لانه ما في قرار. انت لما تقول مثلا والله الشرطه تعمل لجنه يبقى بيعتمد على مزاج الشرطه، مزاج مثلا وزير الداخليه يعني او وزير او القائد العام، لانه ما في قرار بيلزمه، ما هو تحت قياده سياسيه. القياده السياسيه اذا ما الزمته مش كده بيبقى هو بيعمل الحاجه اللي بيفتكر انها صح يعني. كويس. طيب حصل شنو في الشرطه بالنسبه لارجاع المفصولين؟ هو نفس ما حصل ما رواه الاخ منصور في القوات المسلحه، نفس الحاجه حصلت هنا. الاخ وزير الداخليه عمل لجنه، اللجنة دي اشتغلت لفترة طويلة وطلعت بتوصياتها ورفعت التوصيات بتاعتها، والحقيقة هي التوصيات دي هسه في متاهة، يعني ما معروف وصلت وين أو رجعت وين أو اللي حصل بشأنها شنو. والناس كلها يعني هسه بتسأل نحن الحصل شنو في موضوعنا، وما في شيء يعني وضح انها هل وصلت الجهه اللي ارسلت لها، هل الجهه اللي ارسلت لها ردت ولا ما ردت، ده كله ما معروف بالنسبه للناس. نحن الحقيقه برضو قصدنا من جلستنا مع بعض كثلاثة كيانات الرئيسيه الموجوده في الساحه السودانيه اللي هي شرطه، قوات مسلحه، خدمه مدنيه، انه هذه الاجسام تتفق فيما بينها وتطالب بقرار سياسي له كل القوه. ذكر اخونا منصور والاخ صلاح محمد عيسى
انه يكون عندها القوه وتتخذ القرار بتاعها، وتاريخ اصدار القرار ده يكون رجوع الكل الى الخدمه بتاعتهم، او كلهم يعني يكونوا اعيدوا لخدمتهم وفي يوم واحد بقرار واحد، حتى الناس الاخرين الممكن بطول الاجراءات دي يفقدوا حقهم في العوده باكمال السن المعاشيه، لان المساله هتاخذ سنين طويله جدا. فنحن قلنا الحته دي نقصر الاجراءات بتاعتها في اجراء واحد سريع جدا يطلع به قرار سياسي يرجع الناس كلها تعتبر نفسها في الخدمه، يعاد الاعتبار بتاعها، وبعد ذاك المعاشيين زي ما ذكرت يا اخ عمرو، المعاشيين كفاءات ما في اثنين ثلاثه، يعني من اميز الناس، من اكفأ الناس، من يعني ناس يعني ما في ما عندهم يعني نقول من اكثر الناس امانه، وناس وقفوا في الثوره. ونحن دلوقتي نحتاج الى عناصر ثوريه داخل هذه القوات. يعني انا بتكلم عن الشرطه، بتكلم عن الخدمه المدنيه، بتكلم عن القوات المسلحه. نحتاج الى قوات عندها الروح الثوريه وعندها الغبينه للتغيير. التغيير ده ما بيجي ساكت. فدي اهم حاجه عندنا، الاستعانه بالمعاشيين. انا الوم النائب العام، والوم يعني كل الخدمه المدنيه او السلطه التنفيذيه اقصد، في عدم الاستعانه بالمعاشيين. حتى هذا اليوم بالشرطه بالذات لم يستعينوا بالمعاشيين بتاعين الشرطة، مع أنه داخل هذا الكيان الذي فصل من الخدمة يوجد أساطين العمل المدني وأساطين العمل الجنائي والتحقيقات. كل اللجان اللي شكلت دي تخلو من ضباط الشرطة اللي هو ده التخصص بتاعهم، هو وطلبوا مني مرات انه امدهم ببعض الاسماء بتاعت محققين، وانا مديتهم باسماء، وطلعت اللجان اتكونت ولم تشتمل على اي من الضباط الشرطه المعاشيين. فالكلام ده من باب اولى، الشرطه ذاتها ما يكون في حساسيه داخله بين الناس اللي في الخدمه والناس اللي في المعاش. دي الناس ضحوا بعمرهم كله بدون سبب، وصمدوا صمود الرجال طيله هذه السنوات، فيجب أن يكون من بينهم عناصر يجب أن تعاد إلى الخدمة لترقى بالأداء الشرطي، ونطلع من المحن اللي احنا هسه داخلين فيها دي والواضحة للعيان، اللي هي بقيمة أي مواطن سوداني ماشي في الشارع ولو لم ينل أي قسط من المعرفة عارف إنه في تقصير في الجهة دي مدمر. فيجب إعادة ضباط الشرطة أنا شخصياً دائما بقول بغير شروط، وحتى لو امكن التغاضي عن العمر بتاع المعاش اللي هو 65 سنه يتغاضوا عنه للمصلحه العامه، ونحن فتره انتقاليه، المصلحه العامه تقتضي اعاده الضباط دي للشرطه عشان يقودوا المسيره المهنيه بتاعت الشرطه دي، وترجع الشرطة للكفاءة بتاعتها وللقناعة بتاعت المواطن، وخدمة لأهداف هذه الثورة المجيدة، وخدمة لأهداف لاتجاه هذا الوطن. طيب يا صلاح. أستاذ أيوة. صلاح مرحب. أهلين. طيب طبعا نحن اتفقنا، أو أنتوا الثلاثة أقسام اتفقت فيما بينا على القرار السياسي من السلطة التنفيذية. في الحقيقة في قضية ثانية، الجهاز السياسي، قوى الحرية والتغيير. ليه ما في تمثيل؟ ما هو إذا أنت مسكت النقابات، يعني نقابات المهنيين، كويس؟ لا يصل عددهم ل 700,000، ما بيصلوا، كويس؟ يعني أنت عندك 700,000 مفصول. ليه ما عندهم تمثيل؟ لماذا لم تبحثوا عن تمثيل في الجهاز السياسي؟ ما دي أول خطوة
في انه انت تكون معترف بك. هل في اي شيء تم في هذا الصدد؟ طيب احنا حقيقه في اللجنه القوميه المفصولين كمدنيين، احنا حقيقه في اللجنه القوميه المفصوليه كمفصولين كمدنيين، احنا من بدري جدا عرفنا ان علاج هذه القضيه لا يمكن يتم الا عن طريق العمل السياسي. لذلك من بدري جدا كنا موجودين في مؤتمر جوبا، ومن ثم في قوى الاجماع الوطني، واسسنا مع قوى الاجماع الوطني عمل ضخم جدا قاد لهذه الثوره، وهو الخط السياسي الحقيقي اللي كان بيتكلم عن تسقط بس، هو قاد لهذه الثوره. احنا حاليا موجودين في داخل الهيئه العامه لقوى الاجماع، وبندفع بعمل المفصولين وعمل الثوار داخل القوى السياسيه. بوجودنا في داخل الهيئه العامه لقوى الاجماع وفي الحريه والتغيير، استطعنا ان نضع قضيه المفصولين في صلب الوثيقه الدستوريه، ومن قبلها وضعناها في صلب الدليل الديمقراطي. الان صار استاذ صلاح بس يا استاذ صلاح، هو حق دستوري، القرار السياسي ذاته بيستند على حق دستوري. استاذ صلاح بس حنطلع فاصل وحنواصل. اهلا ومرحبا بكم في برنامج الراي شنو. نحن بنواصل في حوارنا حول قضايا المفصولين. في الحقيقه في يعني الخبر الاول اللي عرضنا لكم، الخبر الاول اللي هو تكوين جسم يضم كل الاجسام الثلاثه، يعني جسم تنسيقي، انه الثلاثه اجسام قعدت مع بعض وحتنسق مع بعض وحتشتغل مع بعض، لانه مطالبه واحده والفصلهم واحد والحيرجعهم واحد، ما ثلاثة ولا أربعة. الحاجة الثانية إنه في بشريات لقرارات زي ما قاعدين نشوف الليلة، زي ما الليلة حققوا مطلب من مطالب الثورة اللي هي إقالة مدير الشرطة ونائبه، حيكون في برضو قرارات يعني أعتقد إنها حتكون مهمة ومفيدة للمفصولين. يعني داير اسأل مقدم محمد عبد الله الصايغ، شنو الإشكالات؟ يعني لنفترض انه القرار السياسي صدر، الإشكالات اللي حتقابل يعني تنفيذ هذا القرار في الشرطة إذا زلت الشرطة بهذا الشكل، يعني إنه هي ما عملت إزالة تمكين بوضوح يعني. والله طبعا هو أساسا الثورة دي قامت عندها أهداف معينة، أولويات هذه الأهداف إزالة التمكين. يعني أي شخص يمت بصلة إلى النظام البائد للمؤتمر الوطني يجب أن لا يكون له مكان في النظام الجديد اللي قامت به الثورة ودفعت مهر غالي جدا في سبيل تحقيقه. أحد الأشياء الرئيسية هي إزالة هذا التمكين. يعني أنا الليلة إذا عايز أصلح الشرطة أمامي أولا إزالة كل ما يتصل بالنظام السابق داخل هذه الشرطة، ده نمرة واحد وما فيه اثنين ثلاثة. وكون هذه الأولوية تظل غير مرحب بها لمدة سنة كاملة من عمر تكوين حكومة الحكومة الانتقالية، ده أمر يضعنا أمام علامة استفهام كبيرة جدا. ده أمر مستنكر
يجب انه ما يكون وارد. الكلام ده كان ممكن يحصل في اول 5 يوم من عمر الثورة بعد تسلم الحكومة الانتقالية، انه الاجهزة دي من الداخل كلها يحصل لها تنظيف، لانه في المقام الاول يعني المسألة ما هياش انه الناس تسد او كلام زي ده، لكن دي قوة مدنية نظامية ما وارد فيها اي نوع من الانحياز لفكر معين، لحزب معين، لقبلية معينة، لأي حاجة حتى في أداء عمله. يعني أنا لو المتحري جنس دنقلاوي وجاء مثلا حادث بين دنقلاوي وواحد من شرق السودان، يعني إنه يتحيز لده ولا لده، دي مسألة غير واردة إطلاقا. ناهيك إنها تكون في معتقد بتاع يعني التكوين الأساسي بتاع القوة دي، يجب إنه هذه القوة الولاء بتاعها يعود إلى الوطن أولا وثانيا وعاشرا. ما في حاجة اسمها هذه القوة تأدي من الولاء للمؤتمر الوطني أو لأي حزب آخر، دي مسألة مفروغ منها، فيجب أنه يزال هذا التمكين وبأسرع ما يمكن وبدون مجاملة. طيب نعم. الآن يعني سنة كاملة وعلى الأقل 9 شهور 10 شهور ما حصل، وانتوا اعضاء في يعني انتوا في 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 واحده من الكتل، مكون من المكونات يعني، وبالتالي انتوا مكون اساسي في قوى الحريه والتغيير. هل تم التشاور معاكم او التحاور معاكم او اللقاءات معاكم او يعني في كل ما يتخذ في شان الشرطه، هل انتوا جزء منه؟ أنتوا شرطة كاملة، أنتوا هسي شرطة كاملة 150,000 واحد، يمكن الشرطة هسي ما تكون 150,000، يعني أنتوا هنا في شرطة وهنا في شرطة. هل تم أي مشاورات؟ بتتم مشاورات يعني؟ والله ده سؤال جميل جدا. أنا أحب أتحدث في البداية إنه نحن من بداية هذه الثورة موجودين على رأس الحراك الثوري الحصل في ديسمبر، وأزيد على ذلك نحن منذ يونيو 89 الشرطة قادت أول حراك ومصادمة علنية في ذلك الوقت الحرج جدا من تاريخ السودان، اللي هو كان فيه الإعدامات وكان فيه التعذيب وكان فيه بيوت الأشباح إلى آخر المسألة دي. قادت الشرطة أول مواجهة علنية مع نظام الإنقاذ في أكتوبر 1989 متمثلة في وزير الداخلية الوقت ذاك أبو صالح في مبنى الاحتياط المركزي، وكانت مواجهة مصادمة رهيبة جدا، وبعد ذاك استمروا في شيل الناس وتجريف الشرطة من الناس. جينا في ديسمبر، وده صوت لوم، ولوم دي أنا بقوله مخففة جدا 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 للقوى المدنية الموجودة اللي هي الحرية والتغيير والمهنيين، تجمع المهنيين. منذ الوقت الباكر نحن كنا معاهم أفراد وكيانات، وكنا بنتكلم معاهم على أساس إنه هذه المفاوضات ناقصها حاجات مهمة جدا جدا جدا، يجب أن يصطحبوها معاهم إلى داخل القاعات بتاعات التفاوض. دي الكلام ده ضرب به عرض الحائط ككيانات وكأفراد، وقلنا لهم إنه في ناس كتار جدا ممكن يعاونوا أو يكونوا ركازة في مسألة المفاوضات، ما في زور يشتغل بينا. جينا لأمر جلل آخر اللي هو وزارة الداخلية، عرفنا إنه وزارة الداخلية
قدمت على طبق من ذهب للفصيل العسكري في ذلك الوقت عشان ما يعمل الشغل اللي هو عايزه فيما يخص وزارة الداخلية. كلمناهم إنه هذه الوزارة وزارة مدنية تتبع رئيس الوزراء اللي هي السلطة التنفيذية، لا علاقة للسلطة العسكرية بها على الإطلاق، وده حيكون أكبر خازوق إذا هم وافقوا عليه. وكالعادة لم يلتفت إلينا أي أحد من المكونات الاثنين، طاردناهم في دور الأحزاب. أستاذ محمد عبد الله، نعم. أنا طبعا يعني الغرض أنه نحن الآن أنتم توحدتوا، نعم. ثلاثة، يعني في فرق بين أنه أنتم كل واحد كان بيتحرك براه وأنه أنتم ثلاثة، كويس. وفي قضايا واضحة جدا، في لجنة إزالة التمكين، دي لجنة شغالة وقاعد تشيل ناس في مجلس الوزراء وبتشيل في قضاء وبتشيل، يعني بتعمل في إزالة تمكين من الوزارات، كويس. لما يعني هذه اللجنة ما هي حتمشي وزارة الداخلية، ما وزارة الداخلية تحت رئيس الوزراء، يعني ما قاعدة براها يعني. فهي أنا بسأل هل في تشاور؟ ما حدث حدث يعني، خلاص دي ما بنقدر. هل في تشاور؟ للأسف. هل تم الآن لما شالوا مثلا مدير البوليس ونائب مدير، هل تم النقاش معاكم في انه البدائل منه مثلا؟ على الإطلاق. على الإطلاق. طيب نمشي للرائد منصور. طبعا يعني القوات المسلحة أكثر تعقيدا يعني، نعم. يعني ده ما هو ده جهاز مدني، الشرطة ما جهاز مدني، نعم. وليس جهاز عسكري، نعم. جهاز مدني. لكن في الشرطة نفسها، ما أنت ما ده المكون العسكري وده الجيش وده كده، هل بيتم أي نوع من التشاور بين الجيش الموجود برا والجيش الموجود جوا عن طريق قياداته؟ طبعا زي ما ذكرت أنت، فعلا يعني الوضع في القوات المسلحة يعني معقد شديد جدا جدا. ونحن برضو ما ننسى أنه التغيير ده حصل في ظروف برضه معقدة، وكل ما كان انت قريب للمواعيد اللي حصلت فيها التغيير، كل ما كان من الصعب انك انت تلقى يعني مداخل عشان يعني تمشي القيادة او تتكلم مع ناس دفعة ورا ودفعة او الناس المسؤولين. لكن بمرور الايام والمسألة تباعدت، يعني في تشاورات بتحصل لكن ما بصورة رسمية. هذه التشاورات يعني ما بصورة رسمية، في حراك كبير جدا جدا وسط الضباط المعاشيين، وهو يمكن ما مطلبيا متوحد، وفكريا قد ياخذ بعض الاختلافات. فبتحصل يعني حسب الزمالة السابقة في الجيش وكده بتحصل مشاورات. يعني انا ما بعرف انه والله الان الوزير بتاع الدفاع الناس يعني مشغولين في قضايا كثيره، يعني من ضمن القضيه بتاعت المفصولين دي ذاتها وتم حولها نقاش. لكن هل الان احنا وزير الدفاع بصلاحيه كامله عشان مثلا الناس دي في القضايا الثانيه، يعني دي في القضايا الثانيه، ما في القضيه الاساسيه بتاعتنا بتاعت المفصولين اللي احنا ما دارين نتنازل عنها دي. لكن انا بفتكر انه لا بد يعني من ان احنا نقولها بصوره واضحه، لا بد من انه يحصل اصلاح يعني في القوات المسلحه، نسميها اصلاح يعني في القوات المسلحه، عشان يختفي الوجه القبيح اللي كان يعني بيتبع النظام السابق، عشان نقدر نحن ذاتنا نمتص الناس. أسي في ناس اولاد صغار كانوا ملازمين رفضون، ما ممكن يعني انت زول يكون عمره في الخدمه تديهم معاش، يا اخي جيبه خليه يشتغل. ده اصلاح، اصلاح اصلاح بعقيده القوات المسلحه، اصلاح في هياكل الهياكل يعني وقوتها وكده، الجانب الما سري، يعني الجانب الما سري. بعد ذاك السيزات هي القوات المسلحه دي يا جماعه عشان تستوعبنا نحن مفصولين واخرين، هي ذاتها ما دخل في العمليه السياسيه، في شراكه بين 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 بين, بين السياسيين والقوات المسلحه، والا ما كانت يعني نصوا عليها في الـ في الـ في الوثيقه الدستوريه. لذلك انا بقول برضو يعني يجب انه نحن نزيل اي حاجه بتعوق التطور بتاع البلاد في الوثيقه الدستوريه. والمفتاح بتاعها شنو؟ المفتاح بتاعها الاتفاق السياسي الجاب القوى الحريه والتغيير، قعدت واتفقت مع المجلس العسكري قبل مع القياده العامه مع العساكر، نتجت عنها الوثيقه الدستوريه.
يجب انه الاتفاق السياسي ده يتفتح عشان نحن نعالج المسائل دي كلها. اذا كان في اعاقه لارجاع الناس او الاستفاده من ناس الشرطه او اعاده تاهيل او في الانتشار في مسائل كثيره جدا جدا، يجب انه الناس ياخذوها بشنو؟ بمخ مفتوح وبدون تحيزات وبدون تحيزات وبدون تحيزات، وكلنا لصالح البلاد. انا عندي طاقه وعندي كفاءه دار اخدم في البلد. اذا كان انا قعدت وانت كنت قاعد الحكم البائد الرفتري الان انا يا اخي طوعا مقدم رقبتي للبلد، ليه البلد ما تستفيد مني؟ ودي بخلينا نحن ناكد مطالبتنا لاصدار القرار السياسي. شكرا جزيلا. طيب هو وطبعا يعني انا اعتقد الكلام اللي ذكره الرائد منصور هو اعتقد ده عين العقل، يعني المطلوب انه احنا يعني نطور آلياتنا السياسية، نطور نقاشنا السياسي، نحن كلنا المفترض يعني أو المفروض طبعا كلنا بما فينا المكون المدني والمكون العسكري كلنا نحن طبعا في مركب واحدة يعني. وبالتالي أنا أعتقد أنه النقاش والحوار والمشاورات وكده ده مهم جدا. يعني نحن بسأل الأسئلة دي لأنه عايز أنبه السلطة السياسية أنه انت عندك جيش برا وفي شرطه جيش، يعني في شرطه كامله برا، لازم ديل يعني يتم استيعابهم في الحوار حول مستقبل الشرطه. ال6000 ضابط ديل لازم يتم استيعابهم في الحوار حول مستقبل القوات المسلحه. ليه؟ لانه دي كفاءات، غير انهم كفاءات، ما هو ديل عندهم حق اصيل في ده، يعني دي ما حاجه يعني منحه يعني. يا استاذ صلاح، اهلا بك. في الحقيقه انا داير اسال، يعني لا نحن ماشيين على الختام بتاع البرنامج، عايز اسال عن طيب اذا صدر القرار السياسي يعني ما هو تصورك؟ يعني مفترض يحصل شنو يعني؟ بالنسبه لنا في الخدمه المدنيه، اذا صدر القرار السياسي احنا عندنا في اللجنه معايير واضحة محددة تكاد يكون متفق عليها، انه الشخص اللي عمره اقل من 65 سنة وهو راغب في الخدمة ينزل في الخدمة. ده بالنسبة للقوى اللي نتكلم عن المدنيين، وكذلك ويلحق برصفائه في الخدمة، يعني ما في حد يرأسه عشان ما تبقى عقوبة ثانية بالنسبة له. كذلك الذي بلغ السن القانونية يربط له معاش الدفعة في تاريخ بلوغ السن القانونية، والذين تمت معالجتهم قبل كده ومعالجات كانت خاطئة لابد من مراجعتها بحيث أنه يرجع في الدرجة الوظيفية اللي كان يفترض فيها زملائه، لأنه للأسف عندنا زملاء رجعوا للخدمة وللأسف مورست عليهم عقوبة أخرى ولقوا زملائهم يرأسوهم. لا، افتكر دي ثورة بتاعت عدالة لابد من تصحيح الوضع. طيب يعني احنا ممكن نقول دكتور عمرو، ايوه قابلنا مشكلة بسيطة، ايوه لما يصدر القرار، لانه احنا هسه حاليا في اللجنة بتاعت المدنيين في قرارات صدرت، في يناير، في قرارات صدرت في ابريل، كده فبتواجهنا مشكلة التاريخ بتاع القرار لابد يتوحد. هل يكون تاريخ صدور تكوين اللجنه ام تاريخ صدور اول قرار؟ المهم هذه المسائل يمكن الاتفاق حولها. يا استاذ صلاح، يعني انا اول حاجه اشكرك لان البرنامج بتاعنا تقريبا انتهى، لكن عايز ادي دقيقتين لسعاده اللواء. سعاده اللواء كده ادينا الملخص كده بتاع اللقاء ده كله، دقيقتين. والله انا حقيقه المساله واضحه، يعني دلوقتي انا ثاني للمره الثانيه بقول انه دلوقتي نحن مطالبنا واضحه جدا انه في مبدا قانوني بيعرفوه الحقوقيين حقيقه انه القرار قرار اللي طاح بينا كان باطل، وكل ما ينبني على الباطل فهو باطل. فيجب انه كل الناس اللي وعدوا الخدمه، العمليه
مش عملية بتاع تشفي ولا تصفية خصومات ولا ما احنا ما عايزين نقول احنا تحصل عملية بتاع احلال داخل الشرطة وخارج الشرطة في شبان على درجة عالية من العلم والكفاءة والمعرفة والخبرة. سعادة اللواء لكن حقوقهم كلها مهضومة بكل أسف يعني. سعادة اللواء ما بني على باطل بسيطة داخل الشرطة. أيوة أنا أعتقد أنه يعني هذا خير ختام. أنا بشكر ضيوفي المقدم محمد عبد الله الصايغ، الرائد منصور عمر بخيت، سعادة اللواء عمر جميل، والأستاذ صلاح محمد عيسى رئيس اللجنة القومية للمفصولين. البرنامج ما وقف طبعا، نحن ما حنتابعه، ما هو لسه في قرار سياسي وحنشوف حيحصل شنو، فحنشوف يعني احنا حسب الأحداث حنقرر هل نستمر في هذا البرنامج. لكن أعتقد النتيجة أو الملخص النهائي قرار سياسي بإعادة المفصولين للعمل. فلسطين، شكرا لكم.